الرجال الحمد لله. حنا ما تنشريو ما تنبيعو، وحرقنا تنجيبو. اصحاب هاد المناسبة اخويا تهني هادشي كامل خاطر خويا تلاشى جميع الجمهور الوداد خويا صافي ديما الوداد ديما الوداد شامبيون ديما الوداد كنتسناو السيمانه كامله بزاف. مباراة العمر مباراة العمر عشتي مباراة ديال العمر شي حاجة بزاف اخويا شي حاجة بزاف شفنا لهم السروال ديما وداد ديما ديما وداد مبروك اخويا الفريق الوداد البيضاوي الجماهير البيضاوية خاصة الجماهير تبارك الله غير كنشكرو حتى الوداد سير 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 جمهورية ولكن كنشجع الوداد وكل روح رياضية أنا راجل رجل بيزة الله ولكن محتاج مع خوتنا المغاربة محتاج مع خوتنا المغاربة ديما وداد حيت حنا مغاربة حنا مغاربة إخوة دابا ما كاين لا راجل لا وداد كاين مغاربة حاليا دابا المغرب مستقر وفي واحد الحالة اللي هي زوينة وكنوجه رسالة لمحمد السادس وسي الحموشي أقسم بالله عرفتي علاش اليوم مخلي هاد البلاد مخليها كالم مخلي الناس كيحتفلوا بخاطرهم الحموشي اللي في ناس صباح في مركب سي عبد الحليم الحموشي كنوجه لي احسن نداء من هاد المنبر اخويا سمعتيني احسن رساله كنوجهها لسي عبد الحموشي علاش حد مخلي المغرب في الامن وفي الامان ومستقرين وناشطين مع خوتنا وتحيه رجويه وتحيه وداديه وداديه لخوت صراحة اليوم فرحان بزاف انا لقيت الوداد ربحات ونتمنى لها الفوز ان شاء الله في كاع المباريات القديمة والجراد ديربي جاي ديربي جاي ديالنا احساس ديالك في هذا النهار هذا انا فرحان بزاف صراحة الفرحة هذه ما كتصورش صراحة خويا ما كاين الرجاء رجاوي ها هو مبروك عليهم رجاوي مبروك عليهم ولكن ديما راجع مقابلة ديما وداد مبروك علينا ديما وداد احساس ديالك في هذه اللحظه انت والعائله ديالك احساس ديالي ديما وداد تنموتوا على الوداد الحمد لله فرحاتنا فرحات المغاربه اليوم عرفنا ان المغرب كامل ودادي وديما وداد الشعور ديالك كشعور اي وداد يا خويا اللقب سبع اللقب الثالث على التوالي كنا بغينا نطمحوا على اننا ناخذوا باش نكملوا في المسار ديالنا والحمد لله هذا اهداء لجميع الوداديين اللي كاينين في المغرب وخارج المغرب وديما الركراكي وديما وداد